السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمن سلسلة حلقات الهجوم الشرس المستمر على الإسلام على أيدي فريق من العدائين الفاشلين، ينضم إليهم عداء ضعيف بائس مخذول من بقايا آثار اليونان، أخذ ينوح كالثكلى على الأطلال ويندب على خسارة أسياده وأحباره وهزيمة هرطقتهم أمام حضارة الإسلام العظيمة في أحدث لطميات خرج بها رئيس الأساقفة اليوناني. فماذا قال هذا الحاقد؟ رئيس أساقفة اليونان أيرون يموس صرح في لقاء تلفزيوني أن الإسلام ليس دينا بل هو حزب سياسي طموح، والمسلمون يقفون دائما مع الحروب، والمسلمون أناس توسعيون، هذه خصوصية الإسلام وتعاليم محمد تدعو إلى هذا. كلام خطير يروج لمفهوم عنصري ويعزز الإسلام فوبيا وترسيخ الكراهية ضد المسلمين في الغرب. في ظل صمت القبور السائد على كل المنابر الإعلامية، وإن المنظمات العالمية والإعلامية والحقوقية التي تحمل لواء محاربة الكراهية والعنصرية، واضح بأن هذا الأمر مدروس. ماذا لو أن شيخ الأزهر أو مفتي أحد البلاد الإسلامية أو وزير أوقافها أو أي عالم مسلم معتبر يشغل منصبا كبيرا في بلده جاء بهكذا كلام في حق النصارى أو اليهود أو غيرهم؟ كيف ستكون ردات فعل المنظمات الحقوقية والعالمية والكنائس العالمية؟ أما النصراني وغيره فله الحق، حق التعبير بطريقته الوقحة الصريحة وكأنه شيء طبيعي. وللعلم هذا رئيس الأساقفة مو أي رجل دين، هو على رأس منصب ديني برتبة وزير. نعم، الآن هو يشغل منصب وزير ديني ينتمي إلى النظام الحكومي في اليونان. أيرون يموس هو معروف بعدائه للإسلام، وقد أبدى اعتراضا سابقا على بناء مسجد في أثينا. ما يتحمل بناء مسجد، يقول هل تقام الصلاة في هذا المسجد أم أنه سيتحول إلى مدرسة إرهاب؟ هذا الشخص البائس وأمثاله ينسبون وبكل وقاحة عيوبهم إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ويتهمونه في كل جولة من جولاتهم البائسة بأنه أتى بدين قائم على الحروب. لا نعلم هل غباؤهم غطى على أعينهم أم حقدهم على الإسلام وأهله، لا أعلم. طيب سؤالي، هل الحملات الصليبية كانت تحمل الورود مثلا وتنشر السلام؟ وهل حملات الاستدمار والاحتلال في الوطن العربي والبلاد الإسلامية كانت تنشر الديمقراطية والحرية مثلا؟ ما كانت تأتي إلا بالدمار وسرقت خيرات البلد وقتل أهلها. ولا تقل لي ما علاقة هذا بموضوعنا، إلا كل هذه الحملات كانت تشن باسم الصليب وخدمة الرب. هذه هي الحقيقة، والوثائق ما زالت قائمة. أما الإسلام فلم ينشر إلا الرحمة. لا ننخدع بمقولات العلمانيين والليبراليين وأعداء الدين أن الإسلام انتشر بالسيف، أبدا لا ننخدع بهذه الأقاويل، وله مجال في الرد على هذه الشبهات. أما هذا العنصري اليوناني البائس فأقول له وللبائسين أمثاله، أذكر لكم حديث النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال ليبلغن هذا الأمر، أي الإسلام، ينتشر الإسلام، ما بلغ الليل والنهار، كل مكان يدخل فيه الليل والنهار سينتشر فيه الإسلام، يعني كل الكرة الأرضية. ولا يترك الله بيت مدر ولا غبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. صدقوني يا أحبة، ما قرأت هذا الحديث أو سمعته إلا اقشعر بدني وكادت عيني أن تدمع. هذا الحديث يشعرني بعظمة الإسلام، هذا الحديث يجعلني أقف أمام اسم الله القاهر والقهار، القاهر بقدرته، الغالب بعزته، يقهر الخلق على ما أراد. هذا الحديث ما تتخيلون كم يعطيني من الطاقة الإيجابية والدافعية لأن أكون
أحد نسمات هذا الانتشار للإسلام، فيترك أثرا طيبا على أي بقعة أو شبر من بقاع الأرض في ليل أو نهار. فيا أحبة لا تحزنوا ولا تيأسوا ولا تبأسوا، اثبتوا على دينكم وتعاهدوا عقيدتكم واستمسكوا بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فهذا الدين ظاهر ولو اجتمع عليه الإنس والجن، هذا الدين ظاهر ولو حاربوه الليل والنهار. وهذه التحركات العنصرية التي تتزايد ضد الإسلام المفروض ما تزيدنا إلا ثباتا وعزا وقوة. بعض المسلمين ينكسر ويحزن ويخاف لما يسمع الأقاويل وخلاص. لا يا رجل، بالعكس تماما، بالعكس، لما تسمع صراخهم مفروض تثبت، تعرف أن هذا الدين هو الحق ولهذا يحاربونه. صراخهم هذا وهذه الفوبيا ضد الإسلام هذا مؤشر خطير، مفروض يسعدك لصالحك هذا، ويعني أن الإسلام ينتشر بقوة. هذا الصراخ يعني نحن أقوياء رغم ضعفنا، هذا الصراخ يعني نحن ننتصر ونتقدم، هذا الصراخ يعني أن هناك إحصائيات وأرقام تخيفهم، هذا الصراخ يعني إحنا دسنا على عصب. أي والله دسنا على عصب، وصاحب العصب يتألم. هل بترفع رجلك عن العصب؟ لا، دوس دوس أكثر. كل المطلوب منك هذه المرحلة أن تستمسك بدينك وتعتز بتعاليم نبيك عليه الصلاة والسلام وتنشر الإسلام أكثر. انشر الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وبعدها ألقي بسمعك لتطرب لصراخهم. يا الله يا الله، اصرخوا واصرخوا وارفعوا صوتكم بالصراخ. نعم، ارفعوا صوتكم بالصراخ، فإن أذني اشتاقت إلى صراخكم. اصرخوا فصراخكم والله يطربني، اصرخوا فإن صراخكم يثبتني، اصرخوا فإن صراخكم ينطق قائلا لي أنت على الصراط المستقيم، اصرخوا فإن صراخكم يبعث في الأمل، اصرخوا فإن صراخكم على قدر الألم.